لما هنبص على المواقع العربيه والصحف الدوليه هنلاقي انه كان في متابعه كبيره جدا للفعاليات والانشطه اللي كانت موجوده في مهرجان العالمين في دورته الاولى مهرجان العالم عالمين. ده بكل تاكيد بيعكس نجاح المهرجان في الترويج للفن المصري والقوة الناعمه المصريه، وكمان بيروج لمدينه العالمين الجديده، ده طبعا باعتبارها وجهه سياحيه فيها كل المقومات العالميه. يا شاذلي، أنا بالفعل شفت اهتمام كبير بعرض الأزياء اللي قدمه مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، واللي قدم أزياء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، اعتمد فيها على اللون الذهبي واللون الأسود بشكل أساسي مع باقي الألوان، وطبعا ده بجانب الإشادة الكبيرة بالتجهيزات الفنية للحفلات واللي كانت على أعلى مستوى، ويمكن عشان كده شفنا إقبال كبير من الجماهير المصرية والعربية، وكمان كان في وفود سياحية أجنبية حريصة إنها تحضر الفعاليات دي. وده اللي خلينا نقول إن مهرجان العالمين في دورته الأولى تجاوز كونه أكبر حدث ترفيهي، وقدر إنه يقدم تجربة جديدة بتمزج بقى الحفلات الموسيقية مع الأنشطة الرياضية، وبيقدم كمان زي ما قلت لحضراتكم مدينة العالمين الجديدة كإحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم كله. يمكن عشان كده بقى في كلام مؤخرا ومطالب من الجمهور اللي حضر المهرجان ان يبقى في مهرجان شتوي ترفيهي، عشان كده مستنيين نشوف الجديد ان شاء الله في الفتره القادمه. صبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.